السلام عليكم. تعرف مدينة الواد حركة واسعة في ميدان تهيئة الطرقات وإنجاز طرقات جديدة حول المدينة، وفي إطار هذا يعني العملية هنا نشاهد عملية إنجاز تريمي ولا باساج انفيريور ومحول دائري فوق لا تريمي. من تحت عندنا لا تريمي الباساج سوتيران، ومن فوق عندنا المحول الدائري. ونخليكم يعني مع بقية الصور، والسلام عليكم.